بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتفرج النهاردة يا جماعة إن شاء الله على كلاس الكونتينر الموجود في البوتستراب، وكلاس الرول اللي جواه، وطريقة الأعمدة، ونفهم هم عاملينها إزاي. وبعد كده إحنا هنشتغل براحتنا، وهنعمل زي فري رومين كده، هنتنقل كده بحرية وملناش علاقة بيهم، بس لازم تكون فاهم هم شغالين إزاي عشان تفهم الفكرة، وبعد كده تعيش حياتك أنت بطريقتك. طبعا كل الحاجات دي شرحناها في كورس البوتستراب بالتفصيل الممل، لكن هناخد بس فكره عن الويتس بتاع الكونتينر كام، والرول اللي جواه، والكونتينر بيعمل ايه، والكلام ده كله، وبعدين ندخل على طول في الدرس. طبعا احسن موقع نجرب فيه الكونتينر هو موقع الناس اللي عملوه نفسهم، ده كلاس الكونتينر. كاتب لك الويتس بتاعه 1170 في الشاشات الكبيره خالص، الشاشات اللي هي المينيمم ويتس بتاعها 1200، بيديله الويتس اللي انت شايفه ده 1170 بكسل. وليه 1170 مش 1200؟ عشان هو حاطط لك بادنج رايت 15 وليفت 15، اللي هو مجموعهم 30، اللي هو لو حطيتهم على 1170 يبقى الويتس بتاعك 1200. وفي الميديا اللي بعدها عامل لك 970، اللي هو لو حطيت عليهم برضو البادنج ده 30 هيبقى الويتس 1000. بعد كده 750 في الشاشات اللي سمول، تزود عليهم 30 يبقوا 780 بكسل. ودي المساحات اللي احنا هنمشي عليها الخاصه بالشاشات، زي ما قلنا طبعا واحنا بنشرح الريسبونسيف والميديا كويري. طيب الكونتينر بيعمل ايه؟ بيلم لك الاليمنتس بتاعتك كلها والعناصر بتاعتك في نص الشاشه، عشان ما يبقاش محدود زي ما انت شايف كده، ما فيش حاجه اسمها عنصر يوصل للاخر كده. التصميم الخلفيه الباك جراوند تملى الشاشه لكن الاليمنتس اللي جوه تكون في النص كده شكلها بشع. طيب جميل جدا. هو هنا البوتستراب آلية عمله ايه؟ بيحمل كونتينر، والكونتينر ده بيكون فيه بادنج. البادنج اللي انت شايفه ده من غيره هتلاقي العناصر لزقت في الشاشة. تعال نشوف، ادي البادنج. تعال نشوف ايه اللي هيحصل هنا لو صغرنا. بصوا الصورة اللي على الشمال لازقة في الشاشة ازاي، اي حاجه فيها كلام هتوضح لنا. لو دخلنا مثلا اهي موجوده الحمد لله، حرف الدي شايفين لازق في الشاشه ازاي، كل الكلام اللي هو عامله زي كده لازق في الشاشه، شايفين الصوره لازقه في الشاشه. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا لغيت البادنج من الكونتينر، وده طبعا مش صح. الصح ان البادنج يكون موجود علشان يخلي في مسافه بين الكلام وبين الشاشه، اللي هو ده. نرجع تاني نشوف بعد ما رجعنا البادنج الشكل هيكون عامل ازاي اهو، ونشوف الكلمة اللي كان اسمها build اهي. هنا شايفين في مسافة، في مسافة. نشوف الصور اللي تحت، في مسافة، في مسافة. الموضوع جميل وشكله ممتع، انما الاول من غير بادنج شكله معفن طبيعي. طيب معنى كده ان هو عمل لي كونتينر الويتس بتاعه 1200 بكسل، واداهم بادنج من جوه 15 و15، خصمهم المساحة فبقى 1170. البوتستراب بيشتغل ازاي؟ بيعمل كونتينر، جوه الكونتينر ده فيه رو، الرو يعني صف. الصف ده اهو اللي هو ده مثلا، بيعمل مارجن رايت وليفت سالب 15 عشان يطلع بره المساحه تاني اللي هو عملها الكونتينر اللي هي البادنج دي. كل الكلام ده انا شرحته في البوتستراب، لو حسيت انه صعب عليك سيبك منه تماما، لان احنا هنعمله بايدينا اصلا ومش هندخل في البوتستراب. انا بفهمك بس البوتستراب اليه عمله ازاي. بعد كده عامل هو جريد سيستم جوه. ايه هو الجريد سيستم؟ عباره عن توزيع شبكي، يكون مثلا عندك بوكس حجمه مثلا 1000 بكسل، بيقسمه لك على 12 قطعه. ال 12 قطعه دول تقسمهم زي ما انت عايز. عايز الديف بتاعك ياخد 3 قطع فتديله 3، والديف الثاني ياخد 4 تديله 4. كل ده طبعا شرحناه في كورس البوتستراب بالتفصيل، لكن ده علشان هو فريم ورك جاهز انت بتشتغل بيه، وعارف ان انا مديك قطع وانت تشتغل بالقطع دي زي ما انت عايز. انا هنا مش هشتغل بالقطع، انا هنا كل عنصر هلعب فيه بمزاجي واعمل فيه اللي انا عايزه. طيب موضوع الجريد سيستم ده لو انت عملته بنفسك وعملت فريم ورك لنفسك هيكون جميل جدا، وهيوفر عليك وقت، هيخليك تنجز وتعمل اي حاجه زي ما انت عايز. يعني انا عندي هنا ديفين، بدل ما اعملهم انا بالميديا بنفسي هكون انا عامل جريد سيستم، ادي ده 6 وده 6 من ال 12 قطعه، فده هياخد 50% وده 50% وهيتقسمه زي ما انت عايز. ده في حاله ان انت عايز تعمل لنفسك فريم ورك، ده المطلوب ان انت تعرفه. وهندخل بقى نعمل الكود بتاعنا ونعمل الفكره كامله.
ونبدأ بأول حاجة كلاس الكونتينر في الشاشات اللي هي السمول سكرين. هقول له الويتس بتاعه 780 بيكسل اللي هو احنا جبناه من البوتستراب وشفتوه اللي هو 750 وعليهم ال 30 بادنج. حد يقول لي ليه ما حطيتش ال 30 بادنج؟ علشان انا مش هعمل بادنج في الكونتينر نفسه، كل عنصر عندي هعمل له البادنج بتاعي بنفسي. طيب واللي بعدها الويتس 1000 بيكسل بدل 970 عشان ال 30 الزياده، واخر واحد هيكون 1200 بدل 1170 عشان ال 30 بتوع البادنج اللي انتوا عارفينه. بعد كده انا حطيت في كل ميديا زي ما انتم شايفين الكونتينر، ما عملتوش في بلوك معين. حد يقول لي ليه؟ لان الكونتينر تبع الفريم ورك ملوش اي بوكس معين، مش تبع الهيدر ولا تبع الفوتر ولا تبع اي حاجه، ده كلاس عام. واجي في الفريم ورك هنا واقول له دوت كونتينر مارجن اوتو. الكونتينر دايما هيكون في النص مارجن اوتو، وكل الميديات كل ميديا ليها ويتس مختلف. حد يقول لي ليه في الموبايل ما حطيتوش؟ عشان انا عايزه يملى الشاشه. ما دام ملى الشاشه خلاص انتهى الموضوع. طب حد يقول لي انا عايز اعمل زي البوت ستراب بصراحه واخلي البادنج زيهم بالظبط، عايز احط بادنج ليفت ورايت. عادي، بادنج ليفت 15 بيكسل وبادنج رايت 15 بيكسل، وتنقص ال 30 من هنا 1170 ودي 970 ودي 750 وخلص الموضوع. عملنا كلاس الكونتينر زيهم بالظبط، ادينا له بادنج ليفت ورايت وادينا له مارجن اوتو عشان يكون في النص، وكل ميديا بقى ليها ويتس، وهنا مفيش ويتش عشان هيملى الشاشه، هيملى الشاشه وهيحط بادنج. اي عنصر بلوك اتعلمنا في ال HTML، اي عنصر بلوك في ال HTML وال CSS بياخد فول ويتس، لو ما اديتش للعنصر بلوك ويتس بياخد ويتس 100% اللي هو الكامل البوكس اللي هو فيه كله. طيب جميل جدا، لحد هنا عملنا كلاس الكونتينر، وفاضل ان انا احط الكونتينر هنا. هل احطه جوه الاوفرلاي ولا بره؟ مين مركز يقول؟ انا سامع حد بيقول لي بره، بقول له غلط. لو حطيته بره الاوفرلاي هياخد الطبقه يخليها في النص. مش مصدقني؟ نروح نقول له ديف كلاس بيساوي كونتينر وهنا سلاش ديف. بالتالي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هياخد الاوفرلاي في النص. اول تعالوا نشوف يا جماعه، نسيف كل حاجه، نفتح انسبكت وما نقلقش خالص من اي حاجه. ادي الكونتينر ويتس 1170 مارجن اوتو بادنج ليفت. اكيد يا جماعه بسبب البوزيشن، اكيد بسبب البوزيشن. شايفين من غير البوزيشن عمل ايه؟ خد الاوفرلاي في النص اهو زي ما انا قلت بالظبط، لكن البوزيشن كان منعه وده طبعا مش صح. لازم احط الكونتينر جوه الاوفرلاي، لان ممكن في يوم من الايام انت ما تحتاجش تعمل الاوفرلاي ده يكون بوزيشن ابسولوت زي كده، تعمل له انت ويتس بنفسك 100% من غير حاجه، ساعتها الكونتينر هيلمه في النص زي ما انتم شايفين. لكن لو انا عملت هنا، خلي ده الاوفرلاي هو اللي بره والكونتينر جوه، هيلم المحتوى بس جوه. شايفين ايه اللي حصل؟ مين مركز وشاف اللي حصل؟ الديفين بتوع البلان بقوا في نص الشاشه. ولو جيت صغرت الشاشه شويه، تعالوا نشوف هنا، بصوا معايا اهي عماله تصغر زي ما انتم شايفين، بيصغر على حسب المطلوب بالظبط، ودي شاشه السمول وهنا الموبايل. ولو صغرت طبعا كتير بالشكل ده هتلاقوا العملية اختلفت خالص، ودي حاجة من الحاجات اللي في الميديا اللي ممكن باحتراف تعملها البوتستراب مش مقدمها لك. اللي هي ايه؟ حد يقول لي من الناس اللي تشتغل على البوتستراب ايه الحاجة اللي هنا البوتستراب مش مقدمها لي؟ البوتستراب مش مقدم لي ميديا اقل من ال 767. افرض انا عايز في الميديا اللي هي الماكس ويتس 420 اعمل حاجة مختلفة، ساعتها ايه اللي يحصل بقى؟ شوف هوريك حاجه من الحاجات اللي مش موجوده في البوتستراب. هعمل انا ميديا اقل من الميديا دي كمان اهي، وهاجي فين؟ في الهيدر. الميديا دي خلاص عملناها 767،
عايز اقول له هنا ماكس ويدث 420 مثلا. الفلوت نان زي ما هو مفيش مشكلة، المارجن 0 اوتو 20. عايز احط ال H1 هنا مارجن داش توب 20 بيكسل، 20 بيكسل بس. واروح هنا اشوف ال H1 ادي 420. تعالوا الماكس ويدث يعني من اول صفر لحد 420، المفروض ال H1 ده هنا المفروض طبعا ياخد المارجن، لكن هو ما خدش المارجن ليه؟ علشان نشوف مع بعض. هنا اهو الحمد لله المارجن موجود لكن مشطوب عليه. اهم حاجه ان انت تفهم الفكره، يعني انا دلوقتي عمال ادور على المارجن مش موجود، لكن هل الميديا موجوده استعملها؟ اه الميديا موجوده اهي لكن مشطوب عليه. ليه؟ لان انت محدد له اصلا مارجن 100 بيكسل فوق باي ديفولت في الكلاس نفسه، وده طبعا اقوى من الميديا. الحل ايه؟ ان اجي هنا واقول له important، ان هو لازم يستعمل المارجن ده وملوش علاقه بالموجود قبل كده. اهو استعمل المارجن والحمد لله، وظبطت الدنيا اكتر من اللي كان موجود في البوتستراب. البوتستراب مش مديني الميديا دي، فانا عملتها زياده من عندي وضفت اللي انا عايزه زي ما انتم شايفين. خليت كمان الموبايل اللي هو اقل من 420 بكسل لتنسيق خاص، ودي الفكرة ان انت تتعلم يعني ايه ريسبونسيف، مش تتعلم فريم ورك معين. يا رب يكون ده مثال وضح لكم الفكرة. يبقى انا دلوقتي كلامي كان صح لما قلت ان انت لما تتعلم الكونسبت او المفهوم بتاع الريسبونسيف ديزاين كده، انت هتعمل حاجة مور ادفانسد ما بيعملها لكش الفريم ورك، لانه هو محدود بميديا معينة او محدود برولز معينة او محدود باي حاجة معينة غير الحاجة اللي انت ممكن تعملها بنفسك، الكاستم ميديا اللي انت ممكن تعملها. لو انا فهمت الفكرة خلاص. طبعا يا جماعة انا وريت لكم بس الموضوع مش اكتر، لكن انت ممكن تسيب دي او تلغيها زي ما تحب. هي طبعا شكلها ظريف زي ما انتم شايفين، وممكن نكبر او نصغر الخط مثلا حسب ما تحب. مثلا بالشكل ده، يعني it's up to you، حسب ما انت حابب. عايز تعمل الميديا دي، عايز تشيلها، انا بالنسبة لي هسيبها في الكورس عشان تكون بس مرجع، عشان تعرف ان دي اسمها custom media، واكتب لك عليها عشان بإذن الله ما تشوفوا ملفات الكورس في الاخر تكون عارف ليه عملنا دي بالذات، وليه احنا يعني ليه سبناها وليه حاطين كومنت عليها. فهكتب custom media not found on bootstrap او on framework او زي ما انت تشوف. يعني في النهاية المهم تكون فهمت الفكرة. طيب عندنا تعديل بسيط عايزين نعمله في موضوع الويتس الخاص بالعناصر دي. العناصر طبعا لازقة في بعض، وده حاجة من الحاجات اللي شكلها وحش. فارجع عند الهيدر والبلان، خلي مثلا البوردر 4 بيكسل بدل 2 بالشكل ده، وعايز اعمل لهم هنا المارجن على الشمال 1% وفي النص 2 وعلى اليمين 1 مثلا. هعمل ايه ساعتها؟ هاجي اقول له مارجن داش رايت 1% ومارجن ليفت برضو 1%. بقى عندي يمين وشمال 1%، وتعالوا نحسبها. هنا 1 على الشمال وهنا 1 على اليمين من البوكس الفري. البوكس الثاني عنده 1 على الشمال و1 على اليمين، كده المجموع 4%، فاضل لي 96. 96 لما اقسمهم على 2 يدوني هنا في الويتس 48، يبقى كل واحد فيهم 48 زي ما انت شايف. ده 48 وعلى الشمال 1% يبقى 49، وعلى اليمين 1% يبقى 50، وده 48 وعلى الشمال 1% يبقى 49، وعلى اليمين 1% يبقى 50. 50 و50 بتساوي 100%. وتعالوا نصغر ونشوف هل هيحصل حاجة في الشاشات مثلا السمول زي كده. الحمد لله مفيش أي مشكلة، لكن في مارجن على اليمين والشمال عادي مش هيفرق معاك. ممكن ساعتها تيجي في الشاشات الصغيرة دي وتقول له مارجن صفر، خلاص انت فهمت الفكرة
وفهمت فكرة الريسبونسيف وفهمت تعمل ايه، الموضوع كله بسيط وكل حاجة بايدك، وزي ما انت شايف التحكم كامل في العناصر، اعمل كل اللي انا عايزه في العناصر براحتي تماما. يا رب يا جماعة نكون فهمنا الدرس ده، وعفوا على اي خطأ طلع، في حاجات ساعات هتطلع لك في النص كده وانت بتشرح، ده طبعا راجع لان انا بعمل الكورس معاكم من غير اي تجهيز، انا بعمله كواحد بيصمم موقع ريسبونسيف من الصفر من غير اي فريم ورك، فباذن الله هيقابلنا مفاجآت حلوه، ولعل وعسى المفاجآت دي تخلينا نطلع معلومات جميله للناس من الحاجات اللي انت صعب تكون محضر لها بنفسك. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا.